15 ساعة يوميا يقضيها أبو حسين في عمله على برامج الإنترنت لكسب المال. فهو يعمل على برامج خاصة فيها تطبيقات وألعاب معينة تعطي أموالا ومكافآت وفق شروط معينة يحددها مبرمج التطبيق. يعني فرص العمل قليلة، عاد التجأنا لفرص العمل عن طريق الإنترنت، ويعني صرنا نكسب من وراها، نمشي حالنا يعني أحسن ما قاعدين. التجأنا لموضوع برامج تعطيك يعني مثلا من ضمنه لعبة، العب باللعبة مثلا بتحصل على عدد نقاط، أي النقاط متحولة باي بال. طريقة شغلنا يومية. ظاهرة كسب الأموال عبر الإنترنت باتت ظاهرة شائعة في الشمال السوري خصوصا مع قلة فرص العمل، وبالرغم من الفوائد المادية التي تعود على العاملين بها وتحقيقها للاكتفاء الذاتي في بعض الأحيان، إلا أنها لا تخلو من الأضرار النفسية والاجتماعية. العمل عبر الإنترنت وجني الأرباح عبر الإنترنت أصبحت ظاهرة منتشرة بين الشباب. طبعا هذا الشيء له إيجابيات ولكن سلبياته أكثر. ممكن يكون لهذا العمل أضرار نفسي واجتماعي على الشخص اللي بيشتغل بهذا المجال. الأضرار النفسي ممكن يكون اكتئاب، ممكن يكون قلق، ممكن يكون عدواني نتيجة الخسارات المتكررة. وعلى الجانب الاجتماعي ممكن يكون أيضا علاقته تسوء مع أفراد أسرته، مع زوجته، مع أولاده إلى آخره. وأيضا بيعلم هذا الشيء الشخص الاتكالي عدم القدرة على الإنتاج. تصنف حكومة الإنقاذ في إدلب كسب المال عبر الإنترنت بكسب مشروع وآخر غير مشروع، حيث إنها تدعم الكسب المشروع من خلال سن بعض القوانين لحماية المستهلك من عمليات النصب والاحتيال، كونه يساعد على تقليل البطالة وتحسين المستوى المعيشي، وتسعى لسن قوانين متخصصة تحارب الكسب غير المشروع. لدينا مجموعة من القوانين تتعاطى مع العمل الفيزيائي. هذا العمل الفيزيائي سواء تم على أرض الواقع أو عن طريق الإنترنت، ففي حال كان هذا العمل مشروعا فالقوانين بتحميه، أما في حال هذا العمل يعني غير مشروع فيطبق عليه العقوبات والجزاءات المفروضة في القوانين التي موجودة حاليا ويتم العمل عليها. تتنوع المجالات والمصادر لتحقيق الربح من الإنترنت، مثل التداول بالعملات الرقمية عبر منصات عالمية وعربية متخصصة، وتحميل تطبيقات وألعاب معينة وترويجها لكسب المال، إضافة لجمع الهدايا من بعض التطبيقات وغيرها الكثير. وهناك طرق أخرى غير مهنية مثل التسول الإلكتروني وعمليات الاحتيال وغيرها. كسب المال أو الربح من الإنترنت وسيلة لتأمين متطلبات العيش بما فيها من منافع وما عليها من أضرار، إلا أن سهولة العمل بها وقلة فرص العمل في شمال سوريا ساعدت على انتشارها بين الشباب السوري كالنار في الهشيم. على سوي التلفزيون سوريا، مدينة إدلب.